السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 7 من سلسلة تمارين اتصال دالة عددية. إذا التمرين يقول نعتبر الدالة F المعرفة على R بما يلي. إذا عندنا واحد الدالة عددية، عندنا F دو صفر تساوي A، بحيث A عدد حقيقي ينتمي إلى R. السؤال يقول حدد A لكي تكون F متصلة في العدد صفر. إذا F متصلة في صفر ماذا تعني؟ تعني بأن إذا تكافئ بأن الليميت ديال F في الصفر يساوي F ديال الصفر يساوي و F الصفر كتساوي لنا A. إذا باش نلقاو A خصني نحسبو الليميت ديال F في الصفر. إلا درنا التعويض المباشر فغنلقى الشكل غير محدد، لأننا لعوضنا X، إذا نعوضو X بالصفر غيجينا الصفر. إذا الصفر زائد جوج هي جوج، ناقص الجذر اكس كاري، اذا نعوضها بالصفر هي صفر، اذا الجذر 4 على صفر، اذا جوج الجذر 4 هي جوج على صفر، اذا صفر على صفر شكل غير محدد. اذا هنا غادي نستعملو المرافق. اذا الليميت في الصفر المرافق ديال البسط، عندنا بشكل عام المرافق كيكون عندنا تعبير شكل ا ناقص بي، المرافق ديالو هو A زائد B، وإلا كان A زائد B كيكون المرافق A ناقص B. الهدف أننا من نضربو القا متطابقة الهامة على شكل A مربع ناقص B مربع. إذا A على صفرها هي X زائد جوج، و B هي الجذر ديال X مربع زائد 4. إذا X زائد جوج عامل أو ناقص الجذر ديال x مربع زائد 4 مضروب في المرافق اللي هو x زائد جوج زائد الجذر ديال x مربع زائد 4. التعبير اللي ضربت فيه في المقام خصني نضرب فيه حتى في البسط. اذا x زائد جوج في الجذر ديال x مربع زائد 4. إذا في البسط كنلغي متطابقة هامة على شكل أ ناقص بي عامل أ زائد بي. إذا ليميت إكس يؤول إلى الصفر، إذا أ هي هادي إكس زائد جوج، إذا إكس زائد جوج مربع ناقص و بي هي الجذر، إذا إكس مربع زائد 4 الكل أس 2 على التعبير اللي كاين. إذا هنا نحاول ما نستعملش التعميل، لان من بعد راه خصني ندير الاختزال. اذا في البسط عندنا متطابقه هامه، نبسطو المتطابقه الهامه. اذا عندنا اكس زائد جوج الكل مربع هي اكس مربع زائد جوج في اف بي، اي جوج في جوج في اكس، اذا هي 4 اكس زائد 2 اس 2 اي 4 ناقص الجذر كيمشي مع الاس، يبقى لنا اكس مربع ناقص 4. اذا كيبقى لنا خصني ننتبه الاقواس، اكس مربع زائد 4، ولا حيدنا الاقواس غتولي اكس مربع ناقص 4. اذا على التعبير اللي كاين في البسط او في المقام. اذا النهايه في الصفر. اذا هنا غادي نحاولوا نبسطوا الكتابه. اذا اكس مربع مشات مع اكس مربع، زائد 4 مشات مع زائد 4، اذا في البسط يبقى لنا 4 اكس. اذا 4 اكس على اكس عامل اكس زائد جوج زائد الجذر ديال اكس مربع زائد 4. اذا النهايه في الصفر. اذا هنا الامكانيه الاختزال باكس. اذا كيبقى لنا ليميت، اذا في البسط يبقى 4 وفي المقام تبقى اكس زائد جوج زائد الجذر ديال اكس مربع زائد 4. النهايه دائما في الصفر. اذا نديرو التعويض المباشر. اذا غادي نعوضو اكس بالصفر، اذا كيبقى لنا 4. اذا صفر زائد جوج هي جوج زائد الجذر
ديال 0 زائد 4 اللي هي جذر 4. إذن 4 على 2 زائد، إذن جذر 4 هي 2، إذن 4 على 4 تساوي العدد 1. إذن حسبنا الليميت ديال اف دو اكس في 0 ولقيناه كيساوينا 1، وحسب المعطيات فكيساوينا كذلك اف ديال 0 اللي كتساوي ا. إذن ا تساوي العدد 1.